السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الخد التريب. السلام على الشيب الخضيب. السلام على الدماء السائلات. سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل قريب. يا مظلوم كربلاء حكم الإله بما جرى في مسلمين، والله ليس بحكمه وعن ابن فاطمة يزيد بليل آوته طوعان أتاها والعدا من حوله عدوا عليه يجول فأحس بها ابنها بدخولها في البيت. إن البيت فيه دخيل قالت شربت الماء لا توقف على الباب، عيب اللي مثلك وقف تاب بيوت لجنا والنجم دار. روح بعجل لحلك قبل ما يظلم الليل، واقف تفكر والدمع بخدودك تسيل. ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاجيل، قال غريب ولا أهل عندي ولا دار، قال غريب بهالمدينة ولا قلهم ترى مسلم بليم صار محتار. قالت حلت في وين؟ قالها في المدينة. عنها ارتحنا والدهر جاير علينا. عمي علي وانا مسلم اللي يذكرونه ومسير
بكتك دما يا ابن عم الحسين، دموع شيعتك السافحة، وما برحت هاطلة الدموع تحييك غادية رائحة، لأنك لم تروى لأنك لم تروى من شربة ثناياك فيها غدت طائحة، رموك من القصر دوثق ومسلما، رموك من القصر دوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة وسحبا تجر بأسواقهم؟ ما أفضعهم، ما أقسى قلوبهم، ما أشد غدرهم، وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم بارحا؟ قتلت ولم تبك كالباكيان، أما لك في المصر؟ كلنا نبكي على مسلم، لأنه وقف ذلك الموقف دفاعا عن عقيدته وعن ضريبته لولائه لأهل البيت. قتلت ولم تبكك الباكيات، أما لك في المصر من نائحة؟ ألم قضى قضى وشاعت أخبار، ولم قضى قضى وشاعت أخبار، مصيبتهم مصيبة صدع الجبال، ومن قبل المشي بتشيب الأطفال، شفت مسلم يجرونه بالحبال، يا صاحب لا تذن صارا مثله، ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وعلى ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. حديثنا من خلال هذه الآية هو عبارة عن الأمراض الخلقية، ونتحدث من خلال هذا الموضوع على ثلاث نقاط. النقطة الأولى بيان خطورة هذه الأمراض الأخلاقية، والنقطة الثانية سبب وعوامل الأمراض الأخلاقية، والنقطة الثالثة بيان علاج هذه الأمراض الأخلاقية. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهو خطورة الأمراض الأخلاقية على الإنسان،
الإنسان عندما يصاب بأمراض جسدية وأمراض عضوية فإنها لا تقل خطورة عن الأمراض الخلقية. الأمراض الخلقية من قبيل الحسد، من قبيل العجب، من قبيل التكبر، الغرور، سوء الظن، الرياء، النفاق، الغضب، الغدر، هذه كلها مفردات للأمراض الخلقية، وهذه الأمراض الخلقية لا تقل خطورة عن الأمراض الجسدية، بل هي أشد خطورة وفتكا من الأمراض الجسدية. أين تكمن خطورة الأمراض الأخلاقية؟ تكمن خطورة الأمراض الأخلاقية في ثلاث جهات. الجهة الأولى ترتب الأمراض الأخلاقية على الآثار الوضعية، ترتب الآثار الوضعية على الأمراض الأخلاقية. ثانيا أن الأمراض الأخلاقية تتجسد بالإنسان بعد الموت. ثالثا هناك ارتباط بين سلوك الإنسان وبين سجاياه الأخلاقية وملكاته النفسية. هذه ثلاث جهات تكمن في خطورة الأمراض الأخلاقية. أما الجهة الأولى فآثار هذه الأمراض الأخلاقية، هذه الأمراض الأخلاقية لما تأتي إلى إنسان لها آثار، لها آثار على كمالات الإنسان. مثلا الغضب مرض خلقي، هذا المرض الخلقي عندما يتغلغل في الإنسان يفسده الإيمان. ورد عن النبي محمد قال الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل، هذا أثر وضعي. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال الحسد يميت الإيمان كما يميت الماء الثلج. ثلج ضح في الماء يذوب، كذلك الحسد إذا كان متغلغلا في نفس الإنسان فإنه يميت الإيمان من قلبه. إذن هذه لها آثار خطورة. لما نقول أنها تكون في ثلاث جهات، أولا ما يترتب عليه من أثر وضعي، ثانيا الأمراض الأخلاقية تتجسد للإنسان يوم ما بعد الموت، ما بعد الموت أو يوم القيامة. نحن نعتقد من خلال الآيات القرآنية ومن خلال الأحاديث أن الأعمال تتجسد ما بعد الموت. إن كانت أعمال حسنة يرى الإنسان صور حسنة، كانت أعمال سيئة يرى صور سيئة. أعمال حسنة صور حسنة، أعمال سيئة يرى صور سيئة. ولهذا مثلا ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال إذا مات المؤمن دخل معه في قبره ست صور، هذه الست صور تلازم الإنسان في قبره، ومن بينهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن صورة وأطيبهن ريحة. فتقف إحداهن عن يمينه والأخرى عن شماله والثالثة بين يديه والرابعة من خلفه
والخامسة بين رجليه، وأما السادسة التي هي أبهاهن صورة تقف عند رأسه فيسأل فتسأل. هذه الصورة السادسة التي هي أبهاهن وجها تسأل تلك الصور الخمس: من أنتن؟ من أنتن؟ فتقول إحداهن التي على يمينه: أنا صلاة. والثانية التي عن شماله: أنا زكاة. والثالثة التي بين يدي: أنا صوم. والرابعة التي من خلفه: أنا حجه وعمرته. والخامسة التي بين رجليه: أنا بره بإخواني المؤمنين. فيسألنا الصور الخمس، يسألنا الصورة السادسة التي أبهاهن وجها، فيسألنها: ومن تكونين؟ اسمع ماذا تقول. فتقول: أنا ولايته لآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن الأعمال الحسنة تتجسد ويراها الإنسان بصورة حسنة، كذلك الأعمال السيئة تتجسد ويراها بصورة سيئة. مثلا ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من لقي أخاه بوجهين ولسانين، أمامك شيء ومن وراك شيء، أمامك أحسن ومن وراك ذمك. من رأى من؟ رأى من؟ أخ من رأى أو من لقي إخوانه المؤمنين بلسانين ووجهين جاء يوم القيامة وله لسانان من النار. إذن شوف الجزاء، هذا المرض الخلقي تجسد له يوم القيامة. مثل ورد في التكبر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله يحشر المتكبرين، هذا الذي يتكبر على الناس ويرى الناس دون مستوى، ينظر إلى الناس نظرة دونية، هذا مرض خلقي. ما هو جزاؤه؟ اسمع ماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن الله يحشر المتكبرين على صورة الدر. الذرة يعني الصغيرة، أصغر جزء في المادة. هذا الإنسان الطاغية المتكبر الله يذله يوم القيامة. كيف يذله؟ يجعله على صورة الذرة. إن الله يحشر المتكبرين على صورة الذرة فتطأه الناس بأقدامها حتى يفرغ الله من حساب الخلق. سل المتكبرين هل استشيروا بمولدهم وهل امنوا الحمامة؟ فاذا الخطورة الثانية التي تكمن في الامراض الاخلاقية هو عبارة عن ان الاعمال تتجسد يوم القيامة او ما بعد موت الانسان. الجهة الثالثة، هنالك ارتباط بين صفات سلوك الإنسان وبين سجاياه الأخلاقية وبين نفسياته أو ملكاته النفسانية. مثلا القرآن يقول: كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته، يعني على سجاياه الأخلاقية. هذا كريم وهذا بخيل. هذا الكريم عند صفة الكرم فضيلة أخلاقية، ذاك البخيل عند فضيلة
رذيلة أخلاقية وهو البخل. هذا الكريم الفقير مثل البخيل؟ لا، هذا البخيل تأتي إليه مثلا في مشروع بناء حسينية مثلا، تزويج مثلا، ما تحصل منه شيء. ولهذا هناك كلمة حكمية لأحد الحكماء يقول: إذا سألت كريما ورأيته يتأمل فامهل، لأنه لا يفكر إلا في كرم. وإذا سألت بخيلا فرأيته يتأمل فعاجله، لأنه لا يفكر إلا في بخل. يعني لا شفت يعطيك 100 فلس، شفت يتأمل ممكن يعطيك 50 فلس. فعلى كل حال، فإذا هذه صفة أخلاقية للكريم، تلك صفة رذيلة للبخيل. ما سببها؟ سببها الأمراض الأخلاقية، لها تأثير. إذا هنالك ارتباط بين السلوك الإنسان وبين ملكاته وبين سجاياه الأخلاقية. ولهذا ورد في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما زنى غيور قط إلا عند فضيلة الغيرة لا يقدم على الزنا، لا ينظر إلى أعراض الآخرين إلى الأجنبيات، لا يفكر في علاقات مشبوهة، لا يقدم على علاقات مشبوهة. بينما الإنسان الذي منعدم الغيرة عنده، إذا انعدمت الغيرة عنده هذا يقدم على الزنا والعياذ وعلى العلاقات المشبوهة، ويقع بصره على الأجنبية. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو المرض الخلقي. لما كان عند هذا المرض الخلقي صار له تأثير. إذا لما نقول خطورة الأمراض الأخلاقية، لما نقول بأن الأمراض الأخلاقية أشد فتكا من الأمراض الجسدية، تكمن وراء هذه الثلاث ما يترتب عليه من أثر وضعي. ثانيا أن الأمراض الأخلاقية تتجسم. ثالثا أنه هنالك ارتباط سلوكي بين أخلاق الإنسان بالزمن. إذا هذه هي النقطة الأولى، خطورة الأمراض الأخلاقية. النقطة الثانية، ما هي سبب الأمراض الأخلاقية؟ لما نقول الإنسان عنده مرض خلقي، حسد، حوج، تكبر، غير ذلك، ما هو أسبابه؟ هنالك عدة أسباب، من بينها هو عبارة عن الغفلة الذاتية. الغفلة عن الذات، إنسان عنده مرض الغفلة عن ذاته، هو قد تجده مثلاً في يهتم بالأمور المادية، بأمور معاشه، متقدم مثلاً في دراسته، متفوق في دراسته، لكن يهمل ذاته. إذا أهمل ذاته تهجم عليه الأمراض الأخلاقية. إذا أهمل ذاته تهجم عليه. ولهذا ورد في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من عرف نفسه جاهدها، ومن أهملها، ومن جهلها أهملها. لا بد. فإذا هذا هو سبب من الأسباب، هو عبارة عن الإهمال ذات الإنسان. من يهمل أخي الإنسان؟ ثانيا هو عبارة عن استصغار هذه الأمراض الأخلاقية. إنسان استصغر هذه الأمراض الأخلاقية. هناك شريحة ربما كبيرة في المجتمع
تستصغر المرض الخلقي. إذا أصيب بعضو جسدي يذهب إلى الطبيب، لا يتأخر، يبحث عن العلاج. لكن إذا أصيب بمرض خلقي أبدا لا يتأثر، أصلا لا يبالي ولا يعبأ به. هذا يستصغر الذنوب، فاستصغار الذنوب فاستصغار الأمراض الأخلاقية هو سبب. يقول لك أنا الحمد لله أصلي وأصوم وأدفع الخمس وأصلي صلاة جماعة، وشنه عجوب وشنه تكبر وشنه سوء ظن وكذا وكذا. إذن هذا يستصغر الأمراض، يستصغر الأمراض الخلقي انتشر. ثالثا هو استصعاب هذا المرض، يعني هو لا عند إهمال لذاته ولا استصغار، لكن استصعب هذا الشيء. يعني مثلا التكبر عنده، يقول لك أنا عمري اليوم عمري 50 سنة، كيف أتخلص بين ضحية بين عشية وضحاها، كيف أتخلص؟ لا بإمكانك وأن تتخلص. يعني مثلا واحد يقول أنا الآن عمري 20 سنة مصاب بمرض الغرور، بعد وصلت 40 سنة ما تغير شيء، هي نفس الصفة هي نفس الصفة. طبعا كيف يتخلص من ذلك؟ بالإرادة الصلبة وبالصبر. القرآن يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع الصابرين مع المحسنين. إذا أنت لما تجاهد نفسك تستطيع أن تتغلب على هذه المشكلة. إذا أسباب الأمراض الخلقية تنشأ من إهمال الذات واستصغار المرض الخلقي واستصعاب المرض الخلقي. ما هو علاجه؟ علاجه هو معرفة النفس، معرفة المرض الخلقي. أنت حتى تعرف المرض الخلقي لابد تعرف نفسك معرفة ودقيقة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من حاسب نفسه وقف عند عيوبه وأحاط بذنوبه فاستقال الذنوب وترك العيوب. يعني الإنسان الذي يعرف نفسه يعرف المرض، يعرف المرض الخلقي. إذن أول شيء معرفة المرض، معرفة النفس. ثانيا هو عبارة لكي أي إنسان مصاب بمرض خلقي لابد أن يقرأ روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه في الأخلاق وسيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عندما تكلموا عن الأمراض الخلقية وضعوا لها علاج. ولهذا ذهب علماؤنا رحم الله الماضين وحفظ الباقين في تأليف كتب كثيرة عن الأخلاق لا يستغني عنها الإنسان. أي إنسان مصاب بمرض حتى لو مصاب بمرض خلق يحتاج إلى قراءة روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الأخلاق وسيرتهم. هذه تنمي ملكة الأخلاق عند الإنسان. ولهذا نحن نؤكد على أنه ينبغي في موسم عاشوراء أن نؤكد على سيرة أهل البيت. قد يقول قائل: ما الذي يستعرضه الخطيب غير عرض سيرة الإمام متى ولد ومتى توفي وما هي علاقته كيف يتعامل مع أعدائه، أخلاقه كيف هي في زمانه؟ هذه أمور لا نحتاجها،
نريد دراسة تحليلية نقول لا، ليس بالضرورة. طبعا الدراسة التحليلية موجودة مطلوبة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون دراسة تحليلية، بل عن سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعرض رواياتهم في هذا الشهر في عشرة عاشوراء، هو أمر ضروري وهو أمر مهم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الإنسان بمجرد تتغلغل عند مرض خلق، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ولهذا أنت انظر إلى أهل الكوفة، أهل الكوفة عندهم هذا المرض الخلق وهو عبارة عن الغدر. الغدر، أهل الكوفة غدروا بأمير المؤمنين عليه السلام، وغدروا بالإمام الحسن، وغدروا بالإمام الحسين وبمسلم بن عقيل. يعني أنت شايف واحد، والله أنا أقول إن أهل الكوفة واقع من أردل المجتمعات. أنت تكتب إلى إمامك تعال أينعة الثمار، وتالي وإذا تحارب سيدك. ولهذا لما كانت صفة الغدر متغلغلة في نفوسهم، إلا تجاوزها تجاوزها، والذي بقت عنده بقيت عنده. ولهذا ثلاث مرات يقولون لمسلم بن عقيل: لك الأمان يا مسلم، لك الأمان يا مسلم، لك الأمان يا مسلم. مسلم يقول له: لا أمان لكم يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والنفاق، يا أهل المكر. ثلاث مرات يقولون له: لك الأمان. في نفس الوقت يحفرون حفرة لمسلم بن عقيل. ولهذا لما وقع مسلم بن عقيل في الحفرة، عادة سنويا عادتي في مثل ليلة الخامس أختم عن مسلم بن عقيل، هذا مجلس وصول الحسين إلى كربلاء، هذا مجلس الصباح يعني عادة. المهم مسلم بن عقيل لما سقط في الحفيرة وإذا بهم يوثقونه بالحبال، فيقول لهم: يا أهل الكوفة، هذا أول غدر، أول غدر لكم يا أهل الكوفة. أخذ مثخنا بالجراحات، يعز علينا. يعني قبل شهور رأينا واحدا من الشيعة وهو الشيخ حسن شحاتة وقد رحمة الله عليه، كيف سحب بالحبال والدماء تنزف منه. قتلوه تلك القتلة الفظيعة التي لا تدل لا على أخلاق ولا على دين ولا على قيم. 1500 واحد إلا عنده سكين، خنجر، حديد، عصا. أين الالتزام؟ أين الأخلاق؟ وذا أولئك وحوش سوريا، أولئك التكفيريون. ماذا يقول واحد يفتخر أنه قتل أطفال؟ يقول: نحرناهم نحر النعاج. نحرتهم نحر النعاج، هؤلاء الذين نحرتهم نحروا أطفال أبرياء. هل نحروا أطفالك؟ ذبحوا أطفالك؟ هؤلاء شوفوا في الأخلاق. شوف الإنسان لما يصل إلى هذه المستوى بعد لا تتصور منه خلق أبدا. فمسلم ابن عقيل، لكن مسلم ابن عقيل والله عليه لما أخذوه سحبوه ما عليه ما سحب بلا رأس، لكن لما أدخلوه على عبيد الله بن زياد لحمة الله وهو مثخنا بالجراحات، فطلب شربة ماء فجي إليه بالماء
لما شرب وأراد أن يشرب وإذا بدار الكلمة سقط فيه الدم، فقال لو كان هذا رزق لشربت منه. فالتفت إليه عبيد الله بن زياد نعمة الله وهو يقول يا مسلم لماذا لم تسلم؟ فقال أو الحرس التفت إلى مسلم قال لماذا لم تسلم على الأمير؟ قال إنه ليس لي أمير حتى أسلم عليه، أميري حسين ونعم الأمير. فقال عبيد الله بن زياد يا مسلم سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة. فقال له مسلم يا ابن زياد أنا أعرف أنك لا تدع سوء القتل ولا خبث النية، نيتك خبيثة أخلاقك سيئة ولا تدع خبث النية فلئن قتلتني فقد قتل من هو شر منك من هو أفضل مني، قتل معاوية الحسن. فالتفت إلي عبيد الله بن زياد فقال يا عاق يا شاق، شوف الصور التي يستخدمها، ألقحت الفتنة وشققت عصا الأمة وألقحت الفتنة وفرقت بين الجماعة. قال الذي ألقح الفتنة هو يزيد وأبوه معاوية، وأما الذي شق عصا الأمة فهو أنت وأمثالك يا ابن زياد. فغضب ابن زياد فأمر بقتل مسلم. يا الله سفير الحسين يعز علينا أن نسمع أن أحدا من أهل الكوفة وهو بكير بن عدو الله وعدو رسوله وعدو الحسين وعدو مسلم يصعد بمسلم بن عقيل سفير الحسين فوق أعلى القصر ليفرق بين رأسه وجسده. يا الله مسلم لا تهمه نفسه لكن يعز علينا. أقبل إليه ذلك اللعين صعد به فوق أعلى القصر قال امهل لي حتى أصلي ركعتين، فصلى مسلم ركعتين ثم قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا، اللهم احكم بيننا وبينهم بالحق وأنت أحكم الحاكمين. ثم توجه نحو الحسين وقال السلام عليك أبا عبد الله، ليتك حاضر لترى ما صنع بي، عظم الله لكم الأجر. وإذا بعدو الله بكير بن حمران رفع السيف وضرب رأس مسلم بن عقيل وفرق بين رأسه وجسده ورموا بجثته من فوق أعلى القصر. أيوا مسلما آخ إذا كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل إلى بطل قد هشم السيف وجهه وآخر يهوي من طمار قتيل لو أسفى الجسد دبار وصف الجسد دبار من قصر العمارة ويزيد الأرض الشام راحت له إنشارة كان يترجع سين وين قطعت أخبار عادش حال مسلم يا ضي العمل. أخي أبا عبد الله هل وصلك شيء عن مسلم؟ وزينب تقل لش حال مسلم يا ضي العمل. مسلم يا خويا ما لفيت من مكاتب، شو السبب ما يطر
نفرش خبار نفهم الترتيب. قلبي يا اخويا من اهل كوفان عمري يبحوا علي وخانا وبعهد الحسن يا حسن يا حسن. قال هالخبر عندي بمهجة سر الوجوه مسلم ينور العين من كفان بيعه جني أشوف ينسحب ما جنهم مسلمي. وصل الخبر الى الحسين وهو في طريقه الى زرود فقال رحمك الله يا مسلم انا لله وانا اليه راجعون عند الله احتسبك يا ابن العم. فدعا بحميده اجلسها على حجره وأخذ يمسح على رأسها وهو يقول بني أنا أبوك وبناتي أخواتك نادت بمسحك على رأسي تركت القلب ذايب وهذه يا عمي من علامات المصائب قلبي تفطر حيث أبويا بسفا غايب طول عودها الله معجل لي سافر عسى الله يعود لي بالسلامة واجلس بحجرة وينشرح صدري بكلامة شنه سمعت عن والدي حلو الجهامة قال يا بنت غيبة عن شبطية بني حميدة لجان الخبر عن حال يقولون من قصر الأمارة مسلما يقولون من قصر الأمارة دامية وجسمي يا بنتي بحبلهم يسحبون وراس المشكر يمسح على رأس حميدة وإذا حالت منه التفات إلى ابنته سكينة ودموعها تتحاذر على خديها فقال لها الحسين بني لك يوم كمثل هذا اليوم أبا عبد الله عجيب هل لسكينة يوم كمثل هذا اليوم؟ نعم حينما فقدت أباها الحسين فلم تجد أحدا يمسح على رأسها وإذا بزجر وخولا وصيط وصياطهما تتلوع على كتفيها نادت مان العزيز الليل ودني يا شهيد شلون تتركني وحيدة والأهل عني بعيد ودون اليزيد بين عادي والعدو صعبة يا بويا واليد آخ يا بوي تراهي عظيمة أنا عيش من صغري يتيمة تراه الأبو يا ناس خيمة يضلل على لم يبقها عدم الوثوق
بعمها كلا ولن يكمل مبرح فيها يا السلام. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب إلهي نسألك بحق باب الحوائج غريب كفار مسلم ابن عقيل، اللهم فرج عن جميع أسرانا وجميع معتقلنا ومعتقلاتنا، خلصهم من السجون، أرجعهم إلى أهلهم سالمين، اللهم شاف المرضى المؤمنين لا سيما مرضى القرية، اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية. السيد علي سيد يوسف، اللهم أرجعه إلى أهلي وقر عيوننا برجعته يا رب. اللهم انتقم من النواصب ومن التكفيريين والبعثيين، اللهم أبدهم عن جديد. اللهم احفظ شيعة علي بن أبي طالب في كل مكان، في البحرين وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي في الإحساء والقطيف وباكستان وفي كل مكان، اللهم احفظهم بحفظك. جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا السلام، اطلبنا في اعمالهم وفقنا، والى موتاكم ومن مات على الايمان، لا سيما الى ارواح شهدائنا الابرار، والى روح السيد يوسف، والى روح السيد ناصر، والى والده السيد علي رحمه الله من يقرا سوره الفاتحه.